السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم معنا من جديد في هذه السلسلة، سلسلة أنشطة التعليم عن بعد. إذا أعزائي التلاميذ، لازلنا معكم في الأنشطة الداعمة المخصصة للوحدة السادسة في مكون النشاط العلمي. اليوم إن شاء الله سوف تقومون بإنجاز مجموعة من الأنشطة، ثم سوف نقوم بتصحيحها في مقطع فيديو آخر. سوف أقرأ عليكم الأسئلة ثم تنجزون هذه التمارين. إذن تأخذون الكتاب المدرسي الصفحة 94، تبدأون بإنجاز التمرين الأول. إذن سوف أقرأ عليكم التمرين. أضع علامة X في الخانة المناسبة. إذن هنا سوف نضع علامة X أمام العبارة، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، يعني سوف نضع حسب العبارة. إذا كانت صحيحة نضع صحيح، يعني العلامة في خانة الصحيح، وإذا كانت خاطئة نضع العلامة في خانة الخطأ. إذن العبارة الأولى: سطح الأرض أو سطح الكرة الأرضية مسطح وتغمره المياه. إذن سطح الكرة الأرضية مسطح وتغمره المياه، هل هي عبارة صحيحة أم خاطئة؟ العبارة الثانية: الماء الجاري على سطح الأرض يأتي من الجبال ويعبر الأنهار ثم يصب في المحيطات. إذن هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ العبارة الموالية: تضاريس الكرة الأرضية ناتجة عن آثار الرياح فقط. إذن تعرفنا نحن على التضاريس، التضاريس هي الجبال والسهول والهضاب والتلال. إذن هذه هي التضاريس. إذن هذه التضاريس أو تضاريس الكرة الأرضية ناتجة عن آثار الرياح فقط، غير الريح هي اللي كتنتج هذه التضاريس هذه، واش صحيح ولا خطأ؟ العبارة الموالية: تؤثر المياه الجارية على شكل التضاريس فتعمق قعر الوديان وتتسبب في ظهور المغارات. إذن المياه هي التي تعمق قعر الوديان وتتسبب في ظهور المغارات. إذن هل هذه عبارة صحيحة أم خاطئة؟ ثم العبارة الأخيرة: تغمر المياه الجزء الأكبر من سطح الأرض لذا سميت بالكوكب الأزرق. إذن الماء يشكل واحد النسبة كبيرة من مساحة الكرة الأرضية، لذلك سميت بالكوكب الأزرق. واش هذه العبارة صحيحة ولا خطأ؟ إذا كانت صحيحة نضع علامة في خانة الصحيح، إذا كانت خاطئة نضع العلامة في خانة الخطأ. إذن هذا بالنسبة للتمرين الأول. التمرين الثاني: أكتب اسم كل كوكب في المكان المناسب. لدي هنا الشمس ومجموعة من الكواكب. تعرفنا نحن على الشمس والكواكب، هذا الشمس والكواكب يشكلون لنا المجموعة الشمسية، يعني هذه هي المجموعة الشمسية، فيها الشمس وفيها مجموعة من الكواكب. بين الكواكب التي تعرفنا عليها هي الموجودة هنا. أنتم سوف تكتبون اسم كل كوكب في الخانة المناسبة من هذه الكواكب، يعني باستثناء الشمس، الشمس يعني معروفة، ولكن هنا غادي نكتبوا الكواكب. والشمس ماشي كوكب، هي نجم، ونحن تعرفنا على الفرق بين النجم والكوكب. النجم هو يصدر ضوءا، يعني هو يشكل مصدر ضوئي، أما الكوكب فهو ليس مصدر ضوئي. إذا هذا بالنسبة للتمرين الثاني. تمرين رقم 3: أتمم الجدول بكتابة أسماء الكواكب المناسبة. هنا غادي نكتبوا أسماء الكواكب المناسبة. هنا غادي نكتبوا في الخانة الأولى أقرب الكواكب إلى الشمس، شنو الاسم ديك الكوكب اللي هو أقرب واحد إلى الشمس. من بعد ما غادي نجزو التمرين الثاني، غادي يسهل علينا أننا نجزو التمرين رقم 3، لأنها غادي يكون عندنا الأسماء ديال الكواكب. الخانة الثانية: أبعد الكواكب من الشمس، يعني أبعد كوكب من الشمس، كل هو اللي بعيد عليها بزاف. الخانة الثالثة: أصغر كواكب المجموعة الشمسية، شكون اللي صغير في ديك المجموعة الشمسية كاملة، شنو الاسم ديالو، غادي نكتبو هنا. أكبر كواكب المجموعة الشمسية، شكون أكبر كوكب من ديك الكواكب الموجودة في المجموعة الشمسية، غادي نكتب اسمه هنا. إذن هذا التمرين هذا هو بمثابة تتمة للتمرين رقم 2. التمرين رقم 4: أضع علامة X في الخانة المناسبة. هذا التمرين مثل التمرين الأول.
إذن هنا عندنا الاقتراحات، هنا خانات إما صحيح أو خطأ. إذا كانت العبارة صحيحة نكتب صحيح، وإذا كانت خاطئة نضع العلامة في الخطأ. إذن الطقس هو حالة الجو من برد وحر فقط. إذن هل هذه عبارة صحيحة أم خاطئة؟ تحتوي النشرة الجوية على عناصر الطقس فقط. إذن هل هذه عبارة صحيحة أم خاطئة؟ تساعدني النشرة الجوية على معرفة حالة الطقس غدا. إذن النشرة الجوية كتساعدني باش نعرف حالة الطقس اللي غادي تكون غدا، واش صحيح ولا خطأ. تمكنني حواسي من تعيين وقياس عناصر الطقس. إذن تمكنني حواسي من تعيين وقياس عناصر الطقس. الحواس الإنسان واش كتقدر تعين وتقيس العناصر الطقس. إذن واش عبارة صحيحة أم خاطئة؟ إذا كانت صحيحة نضع صحيح أو نضع علامة في خانة صحيح، وإذا كانت خاطئة نضع علامة X في خانة الخطأ. إذن نكتفي بهذا القدر، وتنجزون هذه التمارين، ثم نأتي إن شاء الله في مقطع فيديو قادم لتصحيح هذه التمارين. إذن على أمل اللقاء بكم في مقطع فيديو آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.